مدينة حمص، مدينة حمص تحترق بشكل كامل، الله أكبر. والقصف ما زال مستمر على مدينة حمص، الله أكبر. المنازل السكنية تحترق، الله أكبر. أين أنتم يا العالم؟ أين أنتم يا العرب؟ حمص تباد بشكل كامل، الله أكبر. والقصف ما زال مستمر، الله أكبر. القصف لا يتوقف على مدينة حمص، لا في الليل ولا في النهار. حمص تباد، حمص تستغيث. كونوا معنا أيها العالم، كونوا معنا أيها البشر. حمص تحترق، الله أكبر. منازل سكنية تحترق، الله أكبر. يوجد عوائل شيوخ، نساء، أطفال مصابين داخل هذه الأحياء محاصرة. والنظام يبدأ القصف في الليل وفي النهار.